أبعد أبحر أقترب، لا أهاب الموج أبدا حين يعلو ويضطرب. سندباد لا يخاف سندباد، مهما تكثر الأخطر ويبعد عن بغداد. سندباد ما أقوى في كل البلاد، تاجر مندفع بطل فتح من بغداد. السفينة تشق البحر متوجهة إلى بغداد، وصديقنا سندباد غارق في نوم عميق، وهو سعيد لأنه سيرى والديه بعد غياب طويل. ولكن السفينة غيرت فجأة اتجاهها، كانت تحتاج إلى مؤونة من مياه الشرب قبل العودة إلى بغداد. سنصل الى البر. هل وصلنا بهذه السرعة؟ وصلنا يا سندباد. النزول إلى البر، أنت أيضا؟ لا لن أذهب هناك، انظر انظر جيدا انظر. ما هذا البيت الغريب؟ أعتقد أننا سنجد فيه حاجتنا من الماء. هذا ليس بيتا، إنه بيضة العنقاء. ارجعوا حالا، لا تنزلوا إلى البر. ماذا تفعل يا سندباد؟ يجب أن أوقفهم. لا تفعل يا سندباد. سندباد أرى أي باب لهذا المنزل. لم لا نحطم هذا الحائط؟ لم لا؟ يظهر أنه حائط سميك. صحيح، لنستعمل هذه الشجرة. عظيم. الآن لا تفعل هذا. Ah!
اجعل الصخرة اللي ترمي به السفينة. ماذا تفعل في مكان مثل هذا؟ أفكر في اجتياز هذا النهر. فكرة؟ إذا قطعت النهر يمكن أن أصل إلى قرية. ماذا تريد مني؟ خذني إلى هناك. أتفعل ذلك؟ ها؟ أخذك إلى هناك؟ ركبتاي متعبتان، لا أقدر أن أسير وحدي. أتحملني إلى الضفة الثانية من النهر؟ نعم، سأفعل ذلك من أجلك. صحيح ستفعل. شكرا. أدر لي ظهرك. الآن احملني هيا. هيا بنا. أرجوك أنزل عني. كان الأمر ممتعا، احملني قليلا بعد. طلبت مني فقط أن أنقلك إلى الضفة الثانية. على الشباب أن يهتموا بالشيوخ. أقفل فمك. لكن لا فهمت، لا تخنقني. سأحذرك قليلا، أتأسقك عن رقبتي. احملني إلى التلة هناك. متأكد أننا سنجد قرية على التلة؟ حسنا سأحملك، ولكن إلى التلة فقط. Yeah.
حسبك يا ولد، أريد منك أن تبقيني هكذا بعد قليلا. لا أنا وفيت بوعدي لك، انزل حالا من على كتفي. أنت لطيف فعلا، قل ما اسمك يا ولد. سندباد، انزل فورا عن ظهري. أخرجي يا ولد. أرجوك. هيا أصمت. حسنا 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 سأمشي. فهمت أنت سعيد لأني أحملك على كتفي، ولكن إلى أي مسافة تريد أن أحملك؟ لا يظهر أنك شاب قوي. أنت جالس على كتفي، أما أنا فأحملك على كتفي. أرجوك أرجوك انزل. واحة ورجل أيضا. عفوا أيها الصديق، أريد أن أطرح سؤالا، أتعرف من هو هذا الرجل العجوز؟ أرجوك. رجل عجوز؟ يا إلهي، ما الذي أرعبه هكذا؟ لا أعرف، ربما شاهد حلما مخيفا. أظن أنك لا تقدر أن تشرب أنا على ظهرك. غريب، أكان ما رأيته وهما؟ ترعبني، لن أحمله مرة ثانية. هكذا أفضل، أقدر أن أهرب وهو نائم. كم صرت أكره هذا الرجل. الوداع، عليك أن تمشي بنفسك. ولد أحمق، يظن أنه قادر أن يهرب مني. الرجل العجوز كيف يعاملني هذه المعاملة؟ سندباد! جسمينة! خذ هذه عندك! سندباد أوقعت نفسك بيد هذا العجوز اللعين! عجوز اللعين؟ نعم، لن يدركك حتى تكون من التعب! يا لك من عصفورة ثرثارة! انتظري حتى أقبض عليك وأكسر جناحيك! يا ولد أن تموت باكرا. يا حقير اتركني وشأني، قلت لك. أقدر أن تتحرك يا صغيري. في الحقيقة أنت لست شابا قويا. أظنه رحل، ربما اعتقد أني مت. يجب أن أسرع بالهرب، وإلا وقعت بين يديه وانتهى أمري. سأهرب الآن، إنها فرصتي.
ما زال عندك خضرة على التهرب؟ ها؟ لا لا لا، شعرت بالجوع فقلت أفتش عن بعض الطعام. أرجوك أرجوك. صحيح، هذا شيء مفيد لك ولي. لا أريدك أن تموت جوعا، فأنا بحاجة إليك. لماذا لا تفتش لنا عن طعام؟ حالا حالا. لا تكن أحمق وتفكر بالفرار مني وإلا. وجدتها، كنت أكيدا أني سأجد الفاكهة اللازمة. كل شيء جاهز، أرجو أن تنجح خطتي. كان هذا الحل الوحيد، فأنا لا يمكن أن أخدمه حتى الموت. أنت أفضل من الآخر الذي أحضرني إلى هنا ومات. انتظر سوف نرى. ماذا تقول؟ لا لا لا، لا شيء. أخيرا لم يعد فيك أي رعب. لا لن أموت، أنا بخير لأن معي ماء الحياة. هذا انظر. ماذا؟ ماء الحياة؟ أشرب ماء الحياة فيعطيني صحة وقوة. أعطني المطرق. لا لا، هذا لي. هذا لي. اسكت يا صبي. مصيرك أن تموت. تسمي هذا ماء الحياة؟ طعمه لذيذ عظيم. ما كنت أعرف أن في العالم مثل هذا الشراب المنعش. رائع. هذا الشراب أعده بنفسي. بنفسك؟ والآن هيا بنا. وضع سندباد في الشراب عشبة تدعو إلى النوم، وصار يركض ويركض على أمل أن يغلب النوم على العجوز الأناني. لا يمكن أن تنام في هذا المكان يا عجوز. كنت نائما وسعيدا، لا تخاطع نومي. أشعر بنعاس شديد. انهض يا عجوز أرجوك، انهض يا عجوز. وقت أخبط عليك. يا هلا، لن تهرب مني. Ah!
نجوت 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 الحمد لله الحمد لله لقد نجوت منه نجوت منه يا لعين ستتركني هنا وحدي ها ها أنت أفلت مني الواقع فقط سندباد استطاع أن يفلت من العجوز الشرير الذي يسكن الجبل ولا يرحم أحداً.